نجح لاعب نادي الكونكورد تيجان ابراهيم في عادتها، وهنا الهدف الاول. يا الله، دمين السالك يوقع على اولى الاهداف في اولى اللحظات، هدف لنادي الكونكورد في اللحظات الاولى من اجل عبد المصطفى. اسهل اسماء نادي توغو هذا اللاعب عبد المصطفى، وهنا الهدف الثاني. يا الله، ابو باري سايدو امادو يسجل ويوقع على الهدف الثاني تماما كما فعل دمين سالك في الشوط الاول. يوقع باري سايدو امادو مع بدايه الشوط الثاني بهدف ثاني، هدف ثان يصحح المشوار ويضع الكونكورد في المسار الصحيح، في المسلك الصحيح من اجل ان يصل الكونكورد الى هدفه المنشود. عمر مبارك والانطلاقه، الانطلاقه السريعه، هنا التمريره، وهنا التسديده القاتله، وهنا الهدف الثالث، هنا الهدف الثالث، هنا مولود بلال، هنا مولود بلال ينتزع الهدف الثالث ويخلص اعصابنا من هذا التوتر. هنا مولود، رائع يا مولود، الله 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 الله. كرة طويلة، هنا بلال صاحب الهدف الثالث، هل يأتي بهدف آخر بتسديدة رائعة أخرى؟ هنا في داخل ركلة جزاء، ركلة جزاء في وقت قاتل تتاع للكونكورد في هذه اللحظة داخل منطقة العمليات. ركلة جزاء ستكون هي الخلاص، ركلة جزاء ستخلص أعصابنا حينها من هذا في هذا الوقت البديل. خلاص الجوب، الكل يقف على اعصابه، اليكل مشدودا، رئيس الاتحاد الوطني يقف والاعصاب في ذروتها، الجميع هنا ننتظر صافرة الحكم السيراليوني من اجل تخليص اعصابنا وتخليص الجميع داخل الملعب الاولمبي واعلان الفرحة الكبيرة والتأهل اخيرا لنادي الكونكورد. الكونكورد حينها الى نهائيات الكونفدرالية الافريقية. ألاسان جوب يخلص الاعصاب، ألاسان جوب والهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء. نعم، ألاسان جوب البديل الذي دخل وسجل الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء مستحقا لنادي الكونكورد. ألف مبروك مسبقا للكونكورد بهذه الرباعية الرائعة، بهذه العودة الكبيرة، بهذه العودة التي جاءت جد جميلة.